أهلا بيكو، حلقة جديدة من أونكو كاب. كبسولات الفترة الجاية هتتكلم عن الكانسر ستيم سيل وعلاقتها بالتيومر ديفلوبمنت والسيل بروليفيريشن والميتاستاسيز والريزيستنس للثيرابيز. كل الحاجات دي هنشرحها في وقتها بالظبط، لكن خلونا نبدأ كبسولتنا النهاردة بسؤال مهم: إزاي بيحصل الميتاستاسيز؟ إزاي الكانسر سيلز بتقدر تنفصل عن التيومر بالك وتروح لمكان بعيد في الجسم؟ الطبيعي إن لما يكون في ورم خلاياها تكون ماسكة في بعض ولازقة جامد عشان تكون التيومر بالك، فلما تقرر إنها تسيب مكانها وحبة منهم يروحوا الأورجن تاني هتواجههم مشكلة كبيرة، وهي إن خلايا البالك دي epithelial cells. الepithelial cells دي موجودة في البالك عشان هي اللي بتقدر تلزق وتتجمع مع بعض، لكن للأسف ما بتقدرش تتحرك برا التجمع ده، فبيلجأ الكانسر لإنه يعمل حاجة اسمها EMT أو epithelial mesenchymal transition، يعني خلايا تيومر تتحول من epithelial cells لميزنكايمال cells، لأن الميزنكايمال دول حركتهم سهلة وخفيفة وبيقدروا يتحركوا للمكان الجديد بسهولة. بس في مشكلة، إن خلايا تيومر مسكين في بعض بسيل adhesion molecules، حاجات ملزقاهم في بعض، وللأسف كمان مسكين في البيزمنت ممبرين. علشان كده بنحتاج مقص يقص الانتراسيلولر adhesion ده علشان يفصل كل خلية عن التانية ويخلي كل خلية حرة، وكمان محتاجين ان المقص ده يبتدي يعمل ديجراديشن للبيزمنت ممبرين. المقص ده اسمه MMP او ماتريكس ميتالوبروتينيز. الماتريكس ميتالوبروتينيز مش مهم بس في عملية الميتاستاسيز، لكن هو كمان مهم في حاجات كتير، منها السيل انفيجن والابوبتوزيس والانجيوجينيسيس وحاجات تانية كتير، وانصحكم فعلا ان انتوا تقروا عنه. نرجع تاني لموضوعنا، لما بدأ المقص ده شغله زود القدرة عند الخلايا دي على الموتيليتي والسيل انفيجن، فبقى سهل عليها انها تتحول وتدخل في خطوات الميتاستاسيز. بس زي ما قلنا ان هي لما بتتحول لميزنكايمال سيلز بتبدأ تتحرك وتروح للمكان الجديد، واول ما بتوصل للمكان الجديد بتلاقي خيبة امل. للأسف الميزنكايمال سيلز بتاعت حرية وبس، انما مش بتاعت تكوين بلك، مش بتاعت ان هي تلزق وتمسك في بعض وتقعد سكتة. فبيضطر الكانسر من جديد انه يعمل ريفيرجن او ان هو يقلب الآية، بعد ما كان بيعمل EMT يعمل MET او mesenchymal epithelial transition، يرجع الميزنكايمال سيل دي لإبيثيليال من اول وجديد علشان تبتدي تعمل لي بلك في المكان الجديد ده. طبعا حركة جبارة، بس السؤال بقى، عرفتها منين الخلايا اللئيمة دي؟ للأسف جابتها من جسمنا، لأن الـ EMT أو الـ Epithelial Mesenchymal Transition حاجة بتحصل عند الإنسان الطبيعي، ربنا عملها ليه لحكمة من عنده، ومن هنا عرفنا أنه ليه 3 Subtypes. أول Subtype منهم الـ Developmental أو اللي بيحصل في الـ Embryogenesis، بيحصل كذا خطوة منها تحول التروفو إكتوديرم عشان تقدر تإنفيد الإندوميتريوم وتكون بلاسينتا للبيبي. تاني نوع منه الـ Chronic أو الـ Fibrosing اللي بيحصل في الانفلاميشن او في الووند هيلينج او في الاورجن فايبروزس، لما تلاقي تليف حصل في عضو او جرح لم، ده بيكون بسبب من اسبابه الاي ام تي. ثالث نوع هو بتاعنا اللي بيحصل مع الكانسر ستيم سيل، بيحصل جينيتك التريشن تخلي الستيم سيل دي او الكانسر ستيم سيل دي تتحول من ابيثيليال لميزنكايمال عشان تقدر تمشي بعد كده في الدم او في الليمفاتيك فيسلز وتهاجر لمكان بعيد. دي كانت كبسولتنا النهاردة اللي بدأت تتكلم في الميتاستاسيز، اللي إن شاء الله هنكمله المرة الجاي. أتمنى أن الكبسولة تكون فادتكم واستمتعتوا بيها. استنونا الحلقة الجاية.